طيب خلينا ناخذ هلا ديفرنشال، هذا معنا الفاريبل اريا او دراج افكتس. انا عندي هذا راح اسميه الفاريبل اريا او الروتاميتر. اللي هو نوع من انواع الدراج افكتس. نحط معادلة الدراج هون، اذا عندي الفورس تبعت الدراج بدها تساوي هاف سي دي اللي هو الكوفيشنت، هذا بيعتمد على شكل الجسم. يعني مثلا لو انا عندي جسم زي هيك وجاي الفلو بهذا الاتجاه، راح يكون الدراج فورس عليه عكس تماما او مختلفة تماما عن نفس الجسم بنفس الاريا بنفس السبيد بنفس الدنسيتي تبعت الليكويد، بس الشكل هيك مظبوط. مين راح يكون الدراج فورس عليه اعلى؟ الأول. هذا طبعا واضح. لا فلازم ما بكفي اني احط بس الاريا وبس رو وبس في سكوير، لازم احط شيء تو اكاونت فور الشيب تبع الجسم. عندي هون الاريا، هذا لاحظوا الاريا افكتيف. فلو انا عندي جسم هيك موجود وعماله بيمشي بهذا الاتجاه بالليكويد، مش هاي الاريا افكتيف، البروجكشن تبعها هو راح يصير الاريا افكتيف، هاي راح تصير. فلذلك انا حطيت هون افكتيف اريا. بعدين عندي رو تبعت الفلويد مش تبعت البودي طبعا، رو تبعت الفلويد اللي هو ماشي فيه، واخر شيء اللي هي الريلاتيف فيلوسيتي سكوير. اذا هاي راح تعطيني دراج فورس. اذا بالروتوميتر في عندنا انبوب لازم يكون عمودي فيرتيكال حتى يقدر يمشي يشتغل، وراح نعمل الان ميلان بهذا الشكل فيه، وراح اعمل ميلان بهذا الشكل. اذا هذا تيبرد بنسميه، تيبرد يعني مش مستقيم من هون، هذا تيوب اذا تيبرد، مش تيبرد مغشوش، تامبر يمكن، تامبر انت بتفكر بتامبر، تيبرد هذا هيك جاي مائل بهذا الشكل. وعندي اذا هذه هون هاي الجهه من الانبوب، وعندي هاي الجهه من الانبوب، الفلو راح يكون بهذا الاتجاه، الفلو تبع الفلويد. وفي عندي هذا اللي سميته الفلوت او البوب. الكريتيكال دايمنشن بهذا البلوب هو هذا الدايمتر مش هذا، هذا بس هون بينزل الوزن حتى ينزل السنتر اوف جرافيتي ويثبته بهذا الشكل، هذا راح يعطيني لو سنتر اوف جرافيتي فبعطيه ستابيليتي بهذا الشكل، بس اللي بهمنا هو هذا الدايمتر اللي اظن انا مسميه في الاشتقاق سمول دي، سمول دي. في عندي بعدين كابيتال دي هون اللي هي الدايمتر اللور دايمتر تبع، ولاحظوا هذا الدايمتر ما راح يضل كونستنت راح يزيد مظبوط، راح يزيد بشكل يتناسب مع الارتفاع واي، وهذا راح نسميه الارتفاع واي. خلينا احط واي عند النقطه هاي، فهذا راح يكون ارتفاع واي، وهذا هو للتدريج. فهذا التدريج الارتفاع واي هو يحضرني على الفلو. فاحنا بنقول انه كل ما زاد الفلو كميه الفلو راح يرتفع البوب بحيث يوصل ستيدي ستيت بوينت، في فوكي بوينت هي ستيدي ستيت راح يستقر عندها. خلينا نشوف اذا المبدا هلا شو عندي الفورسز اللي بتشتغل على هذا الفلوت في الجاذبيه، الوزن تبعه. فالوزن تبعه اللي هو راح يكون ام الوزن الماس تبعته هو خارج الفلويد في جي ماينس البوينسي مظبوط، والبوينسي راح تكون في الفوليوم تبعه مضروب في رو للفلويد مضروب كمان في جي، وهي سميها اف بوينسي او اف بوينسي يعني ماشي خلينا نسميها اف بوينسي لانها بدها تقابل الاف دراج مش هيك؟ وراح يصير عندي ستيدي ستيت لما اف بوينسي بتساوي اف دراج. اذا هذه راح تساوي في في رو للجسم في جي ماينس في في رو للفلويد في جي، وتساوي في جي وبرا عندي رو للبودي ماينس رو للفلويد. هلا ات ستيدي ستيت راح يتساووا هذول الاثنين مظبوط؟ اذا راح يصير عندي اف بي بتساوي اف دي، اذا هاف سي دي، سي دي هذا بيعتمد على هذا الشكل هون وكيف هو معمول. اي افكتيف لاحظوا اي افكتيف شو بدها تساوي؟ اللي هي المساحه بتساوي هاي المساحه مظبوط تبعت الهاي، او خلينا نسميها الاريا تبعت البوب، وراح اسميها انا اي بي او اي الفلو. وبعدين عندي رو، هلا رو بالحاله هاي راح تكون رو تبعت الفلويد مزبوط، رو تبعت الفلويد. وبعدين عندي في الفيلوسيتي عند النقطه هاي راح تصير سكوير تساوي في في جي في رو للبودي ماينس رو للفلويد. اذا في راح تساوي راح نطلع الاثنين هون، راح تصير عندي اثنين في تبعت الفلوت جي الجاذبيه
وهون راح تصير عندي هاي رو للبودي ماينس رو للفلويد على رو للفلويد. ايش ضل عندنا؟ عندي سي دي مضبوط و اي بي جذر والجذر. طلع هلا الاشياء اللي تحت الجذر. ايش في عندي تحت الجذر؟ عندي كابيتال في. هل كابيتال في كونستانت؟ كابيتال في اللي هي الفوليوم تبع الفلوت كونستانت مضبوط. جي كونستانت. سي دي كونستانت. واي بي اي بي بتعتمد على هاي المسافه من هون. رو للبودي كونستانت ورو للفلويد كونستانت. شو معناها؟ ايش مستنتج منها؟ انه في رح تضل ثابته. في ثابته امتى؟ ثابته عند اي نقطه؟ يعني هاي بتساوي هاد وين اف بوينسي بتساوي اف دراج. اذا شو اللي راح يصير؟ شوفوا ايش راح يصير. لو انا عندي واصل انا ستيدي ستيت كونديشنز، لو واصل انا ستيدي ستيت كونديشنز راح يكون عندي هاي صحيحه العلاقه، فبتكون في بتساوي قيمه معينه مترز بير سكند. لو الان خف الفلو، لو خف الفلو ايش بنزل عندي؟ لما يخف الفلو على نفس المساحه، المساحه وين المساحه اللي عم بمر منها الفلويد؟ هاي مش سيركل بنسميها، شو بنسميها؟ انيول. انيول انيول يعني حلقه زي هيك، هذا الشكل بنسميه انيول او انيولر رينج. هذا، فهي الحلقه اللي بقدر يمر منها الفلويد مش هيك؟ الفلو على فكره شو بيساوي؟ اذا انا عرفت في في ايه في اي ايه بتاعت الانيول، هاي راح نسميها ايه انيول. الفي بيساوي ايه انيول. شوفوا ايش بصير الان، لو انخفض هلا الفلو، انخفض الفلو راح تنخفض في مش هيك؟ لانه ايه ما تغيرت. اذا انخفضت في شو راح ينزل؟ الدراج فورس. اذا نزل الدراج فورس بطلت المعادله هاي صحيحه، صار مين اقوى؟ الاف بي. فبينزل الفلو بضل ينزل لحد ما يوصل اي نقطه، بضل ينزل لحد ما يوصل نقطه بترجع في عندها زيرو. لا ترجع لنفس القيمه الاصليه تبعتها. لا ما هو الاريا تغيرت، فبنزل بضل ينزل، بينزل عند نقطة معينة. ما هو أنت بتقول صح كلامك، أنت بتقول إنه بينزل هو لأنه صار، ما هو لما ينزل إيش راح يصير؟ لما ينزل برضه البوينسي فورس راح يضلهم يساويها. شوف إيش راح يصير؟ لما ينزل إيش بيصير في الأريا هاي؟ تقل. لما تقل الأريا هاي حتضل نفس الفلو، إيش لازم يرد يرجع يزيد؟ السرعة. السرعة في، فبترجع في لنفس القيمة. في البداية في بتنزل، في البداية في بتنزل قيمتها، فبسقط الجسم. هلا هو الجسم عماله بسقط، عم تصغر اي اي. الفلو كونستنت، احنا رح نفترض انه الفلو بيساوي كونستنت، الفلو بيساوي في في اي، طلع هاي المعادلة. هذا احنا معتبرينه كونستنت، إذا هذا كونستنت معناها هذول التنين حاصل ضربهم لازم يكون كونستنت. في البداية نزلت في، فبدا الجسم ينزل، لما بدا الجسم يسقط ايش صار في اي اي عم بصير فيها؟ عم تنزل، ايش لازم يصير في في؟ بتزيد، ترجع في مرة ثانية، فبستقر على نقطة جديدة فيها نفس الفي، بس شو اللي اختلف بين هون وبين هون؟ فاي اي اللي اختلفت، فهذا اللي بغير، فهذا السبب انها بتستقر على نقطة جديدة، وهذا عشان هيك هذا لازم يكون تيبرد هيك. لو انه مش تيبرد كان ايش بصير؟ زي ما حكى احمد سمير ايش بصير؟ لو كان هذا هون مش تيبرد من هون، السوق في نقطة معينة بصير عندها ستيدي ستيت، بس ما دام اول ما ينزل الفلو عن قيمة معينة بسقط وبضل ساقط من هون. او العكس، لما باجي برفع الفلو، اذا رفعت الفلو شو بصير؟ بيطلع وبضل طالع لفوق. نفس الشيء، نفترض هلا الجسم مش استقر على نقطة هون تحت وزاد الفلو، لما زاد الفلو من هون والاريا لساها نفسها اي اي، شو لازم يصير بفي؟ بتزيد في مضبوط. اذا زادت في شو بصير عندي؟ دراج، بصير دراج فلوز اعلى من البوينتس. شو بيعمل؟ بيرفع. بس الجسم وهو عماله بيرتفع ايش راح يصير؟ الاي اي راح تزيد الاريا، فلازم في تنزل، فبرجع مره ثانيه بستقر على في في نفسها بس عندي ارتفاع اعلى. ففي راح تضلها دائما ات ستيدي ستيت كونديشنز ثابته. اللي بتغير عندي بالفلو هو اي اي، والارتفاع هذا هو اللي بدلني على قديش اي اي بتساوي. لو بدي اعمل حساباتها لاحظوا هذا العرض اللي هون بيساوي دي كابيتال دي زائد واي في كونستانت مظبوط. مش كل ما ارتفعت واي بزيد، فعندي الاريا اي اي بتساوي شيء ماينس دي سكوير في باي مش هيك؟ دي سكوير على 4 في باي مظبوط. مش هاي هي الاريا تبعت البوب من هون؟ هاي اللي هي الداخليه، والخارجيه شو بتساوي؟ اللي هي باي كابيتال، بس هون راح يكون دي زائد كي في واي هاي كمان تربيع على 4.
مظبوط كل واضح من هون ليش هدول الدائره الخارجيه والدائره الداخليه. نعم دكتور، يعني كل فلو ميتر احنا بنصنعه بيكون له في وحده معينه ما بتتغير. تمام صحيح، طبعا الا اذا رو تبعت الليكويد استعمل. تمام بالضبط. اذا جبت انا فلويد ثاني رح تتغير معي رو، بس ايش في اشياء ثانيه ولا شيء منها رح يتغير؟ دكتور شو الواي؟ الواي الارتفاع، الارتفاع اللي بستقر عليه كيف دخل في المساحه؟ الكروس سكشنال اريا هي هون. هذا هون ايش عندك؟ كابيتال دي. لما انت تطلع مش هذا بزيد؟ لما تطلع بزيد مظبوط. مش هذا خط مستقيم؟ اذا هو معي ايش بتناسب النقطه اللي بوصلها؟ عندي الارتفاع واي. هذا عباره عن مثلث صغير هي هون، طلع هذا المثلث مظبوط، هذا مثلث قائم الزاويه. ايش الضلع اللي هون العمودي فيه؟ الواي مظبوط. وفي ميلان، الميلان هذا انا مثلته بكيف، فراح اعطيك هذا الطول مظبوط، فراح يصير عندك دي. حتى يمكن لازم كي، ما هي فيها اثنين مش مشكله اوكي ماشي. هاي بس هاي بتهمناش كثير، احنا بنعمل الان كاليبريشن للسيستم بالضبط اوكي. بس اذا غيرت الفلويد بدي اعيد الكاليبريشن. هلا الدنسيتي تتغير، الدنسيتي تبعت الفلويد، اذا تغيرت الدنسيتي تبعت الفلويد لازم اعيد الكاليبريشن كله تبعت السيستم. من هون بتطفي هاي اسمها.